السلام عليكم خواتاتي واخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، كلشي مزيان. اليوم ان شاء الله حبيباتي بغيت نشارككم حلوه رائعه جدا. هي بسيطه وفي نفس الوقت كتذوب في الفم ومعلكه، كتجي هائله. ضروري تجربوها وتردوا عليا الاخبار. بالنسبه لهذا المقدار اللي غادي نعطيكم اليوم حبيباتي، غادي يخرج لكم على حساب 60 حبه. يعني انا كندير كونتيتي شويه شويه، مانيش كنكثر. دركي غادي نخليكم على المقادير وطريقه التحضير، وكنتمنى لكم حبيباتي فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير ديال هذه الحلوه الهلال، غادي نحتاجوا 125 غرام ديال الزبده تكون في حراره الغرفه. انا كما قلت لكم في الحلويات السابقه استعملت على بواط، اللي ما عندهاش الميزان دير 4 ديال المعالق كبار. غادي نحتاج كاس نتاع الزيت ما يعادل 180 مللتر. نحتاجوا 3 ديال البيضات، غادي نفصلوا الصفار على البياض، من بعد نقول لكم علاش. 3 ديال البيضات، ساشي ديال الخميره 8 غرام، ساشي تاع الفاني، رشه ديال الملح، 200 غرام ديال السكر سنيده ما يعادل 100 ما يعادل كاس ونصف. وبالنسبه للدقيق غادي نحتاجوا 550 غرام، يعني 5 ديال الكيسان ونصف. المهم على حسب العجينه ما تكون طريه وتجمع لكم. ناخذ الكسعه ديالنا، نزلوا فيها الزبده هي الاول، نضيفوا عليها كاس ونص سكر، رشيشه ديال الملح، وساشين تاع الفاني. نخدموهم مزيان مع بعضياتهم حتى داك السكر كندمجوه مزيان. نضيفوا عليهم كاس نتاع الزيت، ودائما كنخلطوا بهذا الشكل. هادي نخلطوا كلشي. ناخذوا هذاك البيض كما قلت لكم، غادي نفصل الصفار على البياض، ندير الصفار بوحدو وندير البياض بوحدو. الصفار غادي نديروه لداخل في الحلوه، والبياض غادي نوريكم فاش غادي نصاوبوه. غادي ندير الصفار بعدا وندمجه مع الزيت والزبده، ومن بعد نضيف الدقيق تدريجيا كما قلت لكم، 5 ديال الكيسان ونصف، وزدت معاهم ديك الخماره. الفرينه ما ديروش عليا البنات، لحقاش البيض كاين اللي غادي تستعمل بيض صغير بيض كبير، ما حناش عارفين كي داير. المهم ما حد تجمعوا العجينه ديالكم، تكون كي العجينه تاع الصابلي، تكون عجينه طريه. كنبدي نكمل هكا الدقيق تدريجيا حتى نحصل على عجينه طريه. غادي نحيدها على جنب وناخذ منها غير شويه بشويه، ودائما غطيو العجينه ديالكم اللي تكون باقيه لكم، خدموا غير بشويه وغطيو الاخرى. انا هنا خدمت العجينه ما بين جوج بلاستيكات هكا باش ما نزيدلهاش الفرينه نقصحها. كناخذ دلال وكنورق هاد العجينه ديالي، ما نديروهاش رقيقه وما نديروهاش غليظه، ما لحقاش غادي نديرو فوقها طبقه نتاع القوقاو او الفول السوداني. ملي ورقتها تقريبا واحد سنتيمتر، خديت المرشم. انا استعملت المرشم نتاع الهلال، ممكن تستعملوا اي مرشم، بصح هاد الحلوه معروفه بالهلال. غادي نرشمهم هلال كامل، نحيدهم. من الاحسن تستعملوا هاد شي حاجه بالسطحه هكا باش ما تخسروش الشكل ديال الهلال ديالكم. نحيدهم ونفرشهم في واحد الصنيوه اللي تدخل في الفران، من الاحسن تكون مغلفه بورق الزبده. هنا غادي نوريكم دركي شنو غادي نديرو بداك بياض البيض. داك بياض البيض غادي نزيد معاه، هنا عندي القوقاو او الفول السوداني او الكاوكاو اللي كل واحد شي يقول له. كتاخذوه كتحمروه وكتهرمشوه، ملي كتهرمشوه هو محمر وكتهرمشوه، كتبديو كتخلطوا معاه شويه بياض البيض تدريجيا شويه بشويه، غير الكميه اللي تحتاجوها. الا خصكم عاد تزيدوا، هنا كتبقاو تدمجوا. ما غاديش نديروه خفيف بزاف سائل وما يكونش عندنا عجينه. راكم تشوفوا القوام كيفاش راني كنخدمه، يعني كنقدروا نتحكموا فيه. يعني كديروا بياض البيض غير شويه بشويه، ومن بعد كتاخذوا هذا الخليط اللي درناه بالفول السوداني والبياض البيض، وكتحطوه كطبقه من فوق هذوك الهلالات اللي وجدنا. بهذا الشكل كتجي شي حاجه اللي بنينه البنات ورائعه. كنحطوها كطبقه من فوق هذوك الهلالات. غادي نستمر بهذه الكيفيه حتى نكمل كاع الحلوه ديالي. نشعل الفران، الفران ديالي سخون، النار ديالي مهيله، ما نطيبوهاش على نار مجهده حتى كيطيب لكم الكاطو ديالكم. كتشوفوا احمر من الاسفل، تنزلوه من الفوق غير شويه صافي، تخرجوا الحلوه ديالكم. غادي نطيبها ونولي معكم البنات باش نشوفوا من بعد كيفاش غادي تكون الحلوه ديالنا. ملي طابت البنات كتجي بهذا الشكل هذا.
هذاك الفول السوداني ما كيبقاش خفيف، كيشد روحو، كتولي لنا الطبقه يعني شاده في روحها. كنحمرنا الكاطو ديالنا من الاسفل. هنا غادي نعطيكم اختياري، مهم نتوما واختياركم في التزيين، ولكن انا احسن حاجه كتعجبني انني ندير له شوكولا بيضاء، دوب شوكولا بيضاء، وبديت ندير خطوط بهذا الشكل هذا، بحيث اللون ديالو غامق نديرو له شي حاجه فاتحه كيجي زويون. وحتى المذاق الشوكولا البيضاء غادي تجي زينه في المذاق مع هاد الحلوه هذه. غادي نستمر بهذه الكيفيه حبيباتي، نخلي الحلوه تنشف او الشوكولا تنشف صافي، ونحطوها في الطبق ديالنا. كما شفتوا حبيباتي حلوه بسيطه ماشي مكلفه. انا كيعجبوني بحال هاد الحلويات، يعني انا ما عنديش بزاف مع داكشي اش غادي نقول لكم تاع عجينات السكر ولا داكشي اللي نقعد نخدم فيه بزاف ونزوق فيه بزاف. كيعجبوني هكا حلويات بسيطه في نفس الوقت كتكون لذيذه وهشيشه، يعني ما كتكونش يابسه ولا. وهذه هي الحلوه اللي قدمت لكم اليوم، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم حبيباتي. كما شفتوا غادي نقسم لكم وحده. الى عجبكم هذا الفيديو بارطاجيو، وكذلك ما تبخلوش عليا بلايكاتكم تعليقاتكم الرائعه اللي جايه في القناه، كنرحب بها. نقولها ما تنسيش تفعلي الجرس الصغير باش توصلي بجديد الوصفات. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، ودائما مع شهيوات صفاء. تحياتي لكم يا اغلى واحلى صديقاتي، مع السلامه.